حنا واخا الوزاره دارت هذه الساعه الجديده ياك حنا ما متفقينش عليها، علاش؟ حيت اول حاجه ما عندناش الوقت، هذه ثاني حاجه ماش دارت من 8 من 8 ونص 12 ونص، ياك نقولوا الصباح مزيان نقولوا اها من 2 ونص 6 ونص 6 ونص هذيك الساعه الاخرى، ياك كين غنديروا ليها؟ علاش؟ قلنا كين غنديروا ليها؟ حيت في العشيه كنخرجوا كنمشيو للمراجعه، هذه الاولى كنمشيو للمراجعه مع السا كنخرجوا امتو كنمشيو للمراجعه، هذه الاولى، الثانيه هذيك الساعه ما عندناش كين نديروا ليها، علاش؟ تنمشيو للمراجعه ما كنلقاو فين نراجعوا. كاين اللي مع السبعه كيمشي لاصال كل مره في كيمشي بنان، فهمتيني؟ هذيك الساعه اللي زايدين لينا ما عندناش حنا كيفاش ما نوليو لا نراجعوا مزيان لا نمشيو لاصال ما عندنا ما نديرو، دونك حنا شنو بغينا؟ بغينا الساعه ترجع، علاش؟ حيت بنان هذيك الساعه نص ساعه الفوق ياك ما عندناش حنا كيفاش نعمرو ما عندناش غنبقاش نراجعوا مزيان، ما غاديش نبقاو نجيبوا النقاط مزيان، دونك حنا جايين نطالبين بكل سلام وكل بلا صداع بلا طالبين حنايا طالبين حنا ترجع طالبينها ترجع الساعه وصاب السلام بكل مشكل. دايرين هذه المسيره احتجاجيه على ود الساعه الاضافيه التوقيت الصيفي، التوقيت الصيفي ما فايدناش. علاش ما فايدناش؟ حيت عندنا الناس كيقراو بعيد فكاين اللي كيقف مع موراس لا كاين وما يمكنش يخرج في واحد المناطق في الصباح بكري. كاين الكريساج كاين بزاف د الحوايج كيتعرضوا كاينين بنات كيتعرضوا للكريساج ولكن الا ما حيدوشنا التوقيت الصيفي غنبقاو دايرين الاضراب. الفرق ما مسلكناش. بغينا نرجع التوقيت الصيفي حيت عندنا الناس كاين اللي كينوض مع 6 ونص ديال الصباح باش يلاه كيلقى ترونسبور والترونسبور ما بقاش كاين كيسين الطوبيس الساعه د المكانه وما كاينش الطوبيس والطاكسيات ما كاينينش ما كيبغيش الصباح ينوض الطاكسي ينوض والطاكسي كيعمر على ساعه ما كاين لا نقابات لا جهات لا حتى شي حاجه لا معارضين لا مرافقين لا والو حنايا هاد الاضراب دايرينو لريوسنا من الاخر حيت شنو لا زادوا نص ساعه ما يبقاش بنادم يمشي يقرا دابا نتا هو شحال من واحد ما قاريش دابا وحنا نضيعوا في حقوقنا واخا عارفين حنا الحقوق ما عندناش واخا هكذا كتحرق لينا الحقوق وبغينا نعرفوا علاش زادوا هاد الساعه شنو الاسباب اللي خلاتهم يزيدوا هاد الساعه شنو الفائده منها خويا فين هي الثروه ديال هاد البلاد كاين اللي كيقول لك البلاد زادت حتى نص ساعه باش تقات مع فرنسا وكذا حيتاش الفوسفات كيوصل الامريكان معطل ومي كيوصل لفرنسا هي الاولى كيوصل الامريكان معطل هادشي علاش قال كينقص في الامريكان في الاقتصاد ديالو حنايا ما عمرنا تقادتوا معاهم ماشي ما عندناش شحال من حاجه عمرنا تقادتوا معاهم ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس